مصر بتبذل مجهود لحل القضية، بس على الأطراف إن هي تتعاون بالنسبة للجانب الفلسطيني والجانب الإسرائيلي. أنا شايف إن إسرائيل عندها تعنت، بحيث إن هي فاهمة إن الغلبة ليها، فبالتالي ما بتاخدش رأي حد. مصر بتعمل كل حاجة تمام، يعني إذا كان الدنيا بايظة خالص في 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 رفح، مصر بتحاول على قد ما تقدر إنها تعمل مساعدات وتبعت على قد الإمكانيات الموجودة. إحنا منضمين معاهم قلبا وقالبا، ومفروض الدول العربية كلها تتحد إن يقفوا مع الناس دي ويدخلوا أكل ويدخلوا لهم كل حاجة. والسيد الرئيس مشكورا بيعمل مجهود كبير في سبيل ان هو يجيب لهم حقهم. والله يا مصر بتعمل كل اللي عليها، بس برضو محتاجين اكتر من كده، لان اهالينا في غزة محتاجين مساعدة اكتر من كده، واحنا طبعا بنعمل اللي علينا والدولة بتعمل اللي عليها. مصر طول عمرها مش ناسية القضية الفلسطينية، قضيتها كل المسؤولين في مصر، يعني كلهم واقفين جنب القضية الفلسطينية. بنتمنى من ربنا ان الغمة دي تزول وتبقى المنطقة في استقرار وهدوء. مصر عاملة المساعدات اللي عليها، كل شوية بتعمل اجتماعات وبتحاول تقرب وجهات النظر، انما ما بقاش فيه وجهات نظر. هم اول ما بيحسوا ان هم هيجوا وهيتحل اي حوار بيبتدوا يتلككوا في اي حاجه تانية وبيعملوا حجتهم حماس. طبعا موقف مصر موقف مشرف، لان هي بتحاول تخفف العبء عن سكان غزه، ويعني وتخلي المساعدات بصفه منتظمه ومستمره، فده موقف مشرف يعني. وطبعا احنا مع القضيه الفلسطينيه ومع الشعب الفلسطيني ومع سكان غزه في حلها وفصل الدولتين عن بعض، وان شاء الله احنا كشعب بندعي ان ربنا يوفق اخواننا ويعينهم على اللي هم فيه. ولكن برضو ارجع اقول لازم الاتحاد، والاتحاد قوه.